السلام عليكم. دريس درجي رئيس جمعية البغاز لدواء احتياج الخاصة لوحدة ذكرى المسيرة الخضراء المضفرة 49. أولا كنا قمنا بواحد المسيرة على الصعيد الوطني اللي كنا انطلقنا من مدينة طنجة اللي كنا مشينا لمدينة مكناس كان عندنا تجمع، من بعد مشينا لمدينة تيفال خميسات وجمعنا في مدينة سلا، من بعد عملنا واحد اللقاء في مدينة رباط قدام البرلمان. واليوم كما كتشوفوا عندنا حدث اللي هو حدث رائع مع أطفال التوحد وأطفال أبطال غيلان للرياضة، اللي كان واحد الحدث متميز اللي فرحوا الوليدات ديال الأطفال واحتفلوا بالمسيرة الخضراء، وهذا كيزيد غير فرحنا ويزيد بنا القدام إن شاء الله. شكرا، تبارك الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.